صحيح. نذهب إلى قناة السويس. الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قال أن المجرى الملاحي للقناة شهد خلال الثلاثة أيام الماضية عبور 140 سفينة، بينها 57 سفينة عبرت القناة الجديدة. وعلى الرغم من ارتفاع عدد السفن العابرة وحمولاتها، إلا أن إيرادات القناة سجلت تراجعا بلغت نسبته 4.4%. باشمهندس علي، ما سبب التراجع في إيرادات قناة السويس برغم أنه لدينا قناة سويس جديدة والمفروض أنه تكون أكثر انتعاشا، خاصة أنها المجرى الملاحي الوحيد الموجود حاليا آمن؟ طيب، هو قناة السويس بتحقق حوالي 5 مليار دولار سنويا، ف يعني لو في انخفاض أو زيادة فهي في الاخر هي نسبه، يعني ايه نسبه تعتبر مثلا 5% 10% بناء على التجاره العالميه وكل الاسباب دي كلها. ولكن خلينا نبص على حاجه تانية خالص، على مدينه زي دبي اقتصادها حجمه 82 مليار دولار، فاحنا ممكن منطقه قناه السويس دي لو حققنا دبي في خلال 10 سنين يبقى عندنا اقتصاد 20 ضعف اقتصاد قناه السويس، ونخرج بره الازمه بتاعه طلعت 5% او نزلت 5%. ده نمرة واحد. سنغافورة 300 مليار دولار، قد اقتصاد مصر كله، منطقة أصغر بكتير جدا من يعني 5% من القاهرة. فعلينا إن احنا نركز إن احنا مجهودنا إزاي ممكن نقيم في هذه المنطقة، يعني سنغافورة جديدة، دبي جديدة، في مدن في الصين، شنغهاي وشنزان وليانج جانج، مناطق جديدة عمالة تتبني، ونستفيد بمحور قناة السويس الجديد. وبطبيعه الحال كنت حاسال حضرتك عن كيفيه جذب ايضا الاستثمارات الصينيه لتتمكن من الاستثمار في محور القناه. هو محور القناه يعني لو احنا نمره واحد محتاجين نحط له خطه، انه لو احنا شفنا دبي 80 او 100 فاحنا عايزين في المكان ده في خلال 10 سنين تبقى حجم دبي، ولازم نحلم بهذا الحجم، 100 مليار دولار يبقوا في هذا المكان، ليه لا؟ فده نمره واحد، فيه هدف. بعد الهدف محتاج كفاءات اداريه تبقى موجوده، ففي فريق مع الدكتور احمد درويش هو لسه متعين الفتره اللي فاتت مسؤول عن هذا المكان، بيبقى فريق على الاقل 100 150 واحد من الكفاءات الاداريه العالميه اللي هي تعرف تنافس الكفاءات الاداريه العالميه الموجوده في دبي وفي سنغافوره وفي كل البلاد دي كلها. كويس، من غير كفاءات اداريه يعني مش هنضحك على نفسنا، الكفاءات الاداريه الموجوده بالدوله اعتقد انها في اللحظه الحاليه يعني اذا ما تمش تاهيلها وتدريبها بقوه سريعه جدا فهي ما تلحقش انها تطبق الهدف ده. فده نمرة اتنين. نمرة تلاتة يعني وضع بقى هدف يقوم على انك انت عايز تقوي الصناعة والخدمات. الدول دي كلها قامت على خدمات قوية اللي هي المناطق زي سنغافورة ودبي وكذا، ولذلك الهدف ده لازم يقوم. ولكن في نفس الوقت حضرتك استغربي مثلا حجم الصناعة في سنغافورة النهاردة اكبر من مصر، حجم الصناعة في دبي تقريبا في دبي والامارات تقريبا قد مصر. كويس، فالحجم حجم الصناعة في تايلاند ثلاث أضعاف مصر، تايلاند هي البلد السياحية اللي هي كلها مفكر سياحة فقط، دي ثلاث أضعاف مصر. فالمهم نبص على الأرقام هتلاقي إن في الآخر إن إحنا المناطق دي محتاجين نبني فيها صناعة قوية جدا بخطة واضحة، خطة منبثق منها مجموعة من الأهداف كبيرة تقدر تتحرك منها يعني. نعم.